خلاص كل سنة وحضراتكم طيبين، باقي أيام على بداية الدراسة. بما إن كلامنا النهاردة تحديداً على الجامعات، خلاص كمان أيام قليلة قوي بتفصلنا عن بدء الدراسة في الجامعات، الكل بيستعد لسنة دراسية جديدة. والحقيقة إنه لو هنبص على التطوير اللي حصل في الجامعات المصرية هنلاقي إن كان ليها نصيب كبير جداً من هذا التطوير خلال السنين اللي فاتت، سواء كان على مستوى المناهج أو حتى تأهيل الخريجين أو إضافة تخصصات جديدة تتعلق بوظائف المستقبل والروبوتس والذكاء الاصطناعي، أو حتى إن كان على مستوى زيادة أعداد الكليات والجامعات لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب. عايزة أقول لك يا جوانا إن فعلاً لو بصينا كده ورجعنا لورا كام سنة، سنة 2014 مثلاً كان عندنا 2 مليون طالب و300 ألف بيدرسوا في حوالي 50 جامعة على مستوى الجمهورية. دلوقتي العدد كبر جداً، بقى حوالي 3 مليون طالب و300 ألف بيدرسوا في 92 جامعة، ما بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة. يعني نقدر نقول إن في الكام سنة اللي فاتوا حصل مضاعفة لأعداد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وده طبعاً عشان يستوعبوا الزيادة السنوية في أعداد الطلاب. دلوقتي نقدر نقول إن بقى في جامعة حكومية في كل محافظة، ده طبعاً بجانب التحديث اللي حصل للبرامج التعليمية في الجامعات، سواء بقى كان كاماً أو كيفاً، ده علشان يحصل ربط لسوق العمل مع التعليم عشان ما يبقاش فيه الفجوة اللي كانت موجودة سنين. ده حقيقة منها، ويمكن اللافت للنظر إنه ما حصلش زيادة في عدد الجامعات ده بشكل عشوائي، بالعكس كان في هدف وكان في خطة، وكان الهدف الأساسي هو ربط الدراسة والمناهج بمخرجات سوق العمل، مخرجات التعليم مرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر. عشان كده تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، واللي بتستهدف تطوير المناهج والتوسع في البرامج الحديثة، مواكبة التطور في التخصصات. وده زي ما شفنا وقلنا لحضراتكم كان في تخصصات جديدة وكليات جديدة تم فتحها، كمان تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في التعليم الجامعي، ده غير كمان تجربة الجامعات التكنولوجية واللي دلوقتي بقى عددها حوالي 10 جامعات بتغطي كافة تخصصات المستقبل وكافة احتياجات قطاع الصناعة. ويمكن هي دي كانت الفجوة الحقيقية منه. يمكن كمان أزود على اللي انت بتقوليه، ان احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في التصنيف. احنا قعدنا فترة طويلة قوي الناس بتقول لما نيجي نسافر لازم نعادل، كل التحركات دي زي ما بنقول انعكست على تحسين التصنيف العالمي للجامعات المصرية. يعني نقدر نقول عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف البريطاني الكيو اس عالميا من 5 جامعات في 2017 ارتفع ل 14 جامعة في 2023. كمان نقدر نقول ان عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف البريطاني TEE ارتفع من 3 جامعات في 2016 ل 36 جامعة في 2023، وده طبعا بجانب العديد من التصنيفات العالمية الأخرى والمؤشرات اللي فعلا بينت قد إيه حصل تحسن في ترتيب مصر على مستوى العالم في البحث العلمي من المرتبة 37 للمرتبة 24 حاليا. نقدر نقول إن هو مجهود كبير اتعمل في تطوير التعليم العالي على مدى سنوات كتير جدا، أعتقد إنه هيكون ليه بصمة في مستوى مهارات الخريجين. عشان كده إحنا بنتوقع إن المستقبل إن شاء الله يكون أفضل، وإن يبقى الفرصة للخريجين الجداد مختلفة عن الأول. صحيح، من يمكن مش بس كمان فكرة تحسين الترتيب المتعلق بالجامعات، حتى يمكن الأبحاث والدراسات بعد كده. يمكن طبعا احنا بجد كل يوم في صباح الخير يا مصر بيكون معانا فريق من جامعة المنصورة فاز بجائزة مهمة جدا، فريق من جامعة كذا فاز بجائزة مهمة جدا لطلاب، مش بس مشروعات التخرج ولا حتى ما بعد التخرج، لكن حتى لطلاب لسه بتدرس. وده لو هيدل على شيء هيدل بالفعل انه دلوقتي بقينا شايفين المستقبل، بقينا شايفين انه لازم نشتغل، لانه في حاجة بتحصل وفي تقدير للمجهود اللي بيحصل، وان احنا فعلا قادرين نواكب سوق العمل. الاول كان يعني بنبقى مش عارفين ايه المفروض ان احنا نشتغل عليه، كليات القمه اللي كنا حافظينها يا منى، الطب والهندسه، ولو ده لو على الصعيد العلمي، لو هنتكلم على الصعيد الادبي فبتبقى برضو جامعات بعينها، ده اللي احنا متعودين عليه، وبنخرج لسوق العمل بيكون في عدد كبير جدا سوق العمل مش محتاجه، وبيبقى في تخصصات تانية سوق العمل محتاجها بس هي مش متوفرة. ده غير بقى أصلا التكنولوجيا اللي أصلا كان عندنا فجوة كبيرة فيها. الحمد لله قدرنا نتغلب على كل ده، وأعتقد أنه الفترة اللي جاية هيبقى عندنا كوادر مؤهلة بشكل كبير جدا، مش بس
للعمل في سوق العمل المحلي لكن حتى لسوق العمل العالمي. الفكرة القديمة بتاعت ان الابحاث بتتعمل علشان تتحط على رفوف مجرد ابحاث ترقية صحيح. وخلاص مجرد مشاريع تخرج وخلاص دي انتهت تماما. اعتقد بقالنا سنين بنتكلم انه في ربط ما بين القضايا اليومية الحياتية اللي بيحسها المواطن وبين الابحاث وبين البحث العلمي. الناس بتشتغل سواء بقى في مراكز البحوث او في الكليات العملية على الحاجات اللي بتواجهنا مش بس في مصر بتواجهنا عالميا، سواء بقى على تحسين سلالات للأكل سواء للقمح سواء للحبوب سواء استخدام مياه أقل، كلها حاجات مرتبطة بالقضايا اللي موجودة في العالم كله. إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن. صباحكم زي الفل، نصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.